شرينا على اساس ان هاد ليسباس فيغ هاد الحديقه هادي غادي تكون ديال السكان وغادي يستافدوا منها. يعني في الوقيته ديال الشراء لي كوميرسيو ديال البروموتور اللي باع لنا لي زابارتمون قالنا بلي غتكون حديقه ديال السكان غيستافدوا منها من بعد ايتو. من بعد تفاجئنا بلي هاد الحديقه هادي غتحول لمباني مباني تجاريه، يعني غيكونوا فيها بنايات تجاريه، ما يبقاش عندنا هاد ليسباس اللي هو الاسباس الوحيد فين يقدر الناس يخرج ولادو، فين يقدر يتمشى، فين يعني ما كاينش اسباس اخر هنايا في هاد لا ريجيون كامله، في كارتي كامل. يعني اللي بغيت يتمشى خصو يمشي بالطوموبيل لشي بلاصه بعيده في كازا، باش راك عارف المشكل اللي كاين في كازا. تفاجئنا هاد الصباح هذا كساكنه بلا جات الشرطه الاداريه كدير معاينه وكدير تصوير داكشي باش نزلوا السكان ونزلوا كيشوفوا شنو كاين، وهذا هادشي اللي كاين. انتوا واش عندكم شي معلومات بان هاد الجرده غتحول المباني كما قلتي، واش بشكل رسمي ولا الاشاعات؟ بشكل رسمي يعني البروموتور حط ان بلون دو موديفيكاسيون ديال البلون انيسيال باش هاد الجرده هادي تحول لبنايات بنايات تجاريه. انتوا باش تطالبوا دابا؟ حنا كنطالبوا بالجرده ديالنا اللي توعدنا بها النهار الاول في الشراء تبقى، هادشي اللي بغينا. الحديقه عندها اولويه كبرى صراحه، حيت هي اللي شرينا بها الاقامات السكن ديالنا. هاد الحديقه مكناتنا ان وليداتنا يخرجوا يلعبوا بامان ومتنفس كبير، وما كاينش الخطر. كتقدر حتى زعما يكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال الوليدات من 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 الجيران كيلعبوا بعضياتهم، الوليدات الصغار ولا الكبار. الناس كيخرجوا في الصباح حتى هما تيديروا الحركه الرياضيه، ما كتخاف حتى من شي حاجه. عندك جوج دقائق انت خارج من دارك، زعما ما يمكنش تشري الا ما كانش عندك هاد الفرصه. هادي كانت شرات لينا ب 80% لان اقامات بحال هكا راه موجودين، ولكن هاد المقر هذا وهاد ليكيبمون هذا هو اللي خلانا نشجعوا ونشريو، لان كان الثمن بالمقارنه مع اشنو كاين داخل في الاقامات ممكن تلقاه في اي بلاصه. هنا مهم هذا شرى لينا الاقامه ديالنا بلا زعما بلا تفكير. في الحقيقه ما غنهضروش على مشكل، ماشي ما نقولكش مشكل اللي كاين. حنا النهار زينا سكننا هنا، عجبتنا المنطقه، عجبنا هذا الكارتي لانه كارتي جديد كيتسمى بكارتي الماز بحكم بزاف العوامل، ما بينها القرب ديالو لطريق السيار، وهذا المهم عوامل كثيره اللي طمأنتنا وفرحنا باش نجيو نشريو لي زابارتمون ديالنا هنا. وما بين الحوايج المهمه اللي هي حنا علاش جالسين هنا هاد الناس، وهذا هو واحد ليسباس فيغ، هذا سي ان ليسباس فيغ في اثناء يعني المسطره ديال لاكيزيسيون ديال هاد لي زابارتمون. كان المنعش العقاري البروموتور على ان هذا اساس اسباس فيغ، فرحنا به، فين غيلعبوا وليداتنا ولا جاوا والدينا كيخرجوا يرتاحوا هنا. مازال كون تجي مثلا الاربع في العشيه والسبت والحد وتشوف الوليدات اشنو كيديروا هنا، وتجي مثلا في 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 لابريميدي فيغ مثلا تستد العشيه الناس كيديروا لا مارش، النساء والرجال، ما نقولكش كتكون هذه الجماليه هنا بالناس. فاذا بنا دابا سمعنا بان غادي يكونوا شي بنايات، وهاد البنايات ما عرفناش شكلها، ما عرفناش شنو هذا، حنا بالنسبه لنا هذا اسباس فيغ، فاذا بالمعطى وهو غيكونوا بنايات. حنا خويا هاد البنايات ماشي هما على شرينا، شرينا على اسباس فيغ. ديجا هاد الشارع كيعمر دابا بالسيارات، الا ولاو شي بنايات هنا وغادي يجلسوا السيارات هنا في بريمير بوزيسيون، ما غنقولكش كي غتولي هذا. زائد شنو هاد النوع ديال البنايات اللي غيكون هنا مقابل مع الناس؟ شوف الحمد لله بان الساكنه كاين واحد الدرجه واحد المستوى من الوعي، كاع المساطر الاداريه اللي يمكن دار درنا دي ليتر دو بوزيسيون، يعني السلطات كامله بجميع اختصاصاتها معلومه، العماله معلومه، الوكاله الحضاريه معلومه، المقاطعه معلومه، القيد ديال المنطقه معلوم، والسلطات كامله كتستجب لينا، كنصيفطوا لهم الرسائل، كيعطونا لي زاكيزي دي ريسيبسيون. مشينا للمقاطعه هنا الحي الحسني ودرنا لي سينياتور ديالنا مني خرجت دون لو كادر ديال داك لونكيت بيبليك، ومشاو الساكنه داروا الامضاءات ديالهم بواحد لا ليتر دو بوزيسيون في الروجيستر ديال الجماعه. كل شيء هادشي موثق وكاين،
وزعما المسطره اللي يمكن دار المسطره القانونيه الاداريه داروها الناس. اذا انتم تصرون على بقاء هذه الجرده كما كان؟ ما يمكنش ماشي نصر، هذا الحلم ديالنا وكانت هي لا موتيفاسيون برينسيبال باش الناس يجيو يشريونا، كانت هذه هي لا سول موتيفاسيون. اما الديور اللي بغيناهم كان ممكن نشريو في بلاصه اخرى، كان ممكن نشريو في بلاصه اخرى، هذا هو الامر. ونحن نطلبوا من الله هاد الناس يتفهموا ويعرفوا بان هاد البلاصه راها في مصلحتنا وفي مصلحتهم.